تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، وهذه الجولة الصحفية مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نبدأ هذه الجولة بصحيفة الأخبار التي أبرزت استعدادات وزارة الداخلية لتأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور. أكدت الصحيفة أن وزارة الداخلية بدأت بمشاركة القوات المسلحة تنفيذ خطة أمنية متكاملة لتأمين عملية الاستفتاء، والتي حددت اللجنة العليا للانتخابات إجراؤها على يومين. وأضافت أن وزير الداخلية عقد خلال الساعات الأخيرة عدة اجتماعات مع كبار مساعديه لمناقشة جميع أبعاد الخطة الأمنية ومواجهة المحاولات الإخوانية التي تستهدف افتعال أزمات وإحداث حالة من الشغب، مؤكدا أن أجهزة الأمن ستواجه أي محاولات عنف بحسم وحزم طبقا للقانون. من جهتها نقلت صحيفة المصري اليوم عن مصادر رئاسية قولها إن المواد الاقتصادية في مشروع الدستور الجديد تسببت في حدوث ارتباك داخل مؤسسة الرئاسة نظرا لتخصيصها ما يقارب من ربع ميزانية الدولة للتعليم والصحة، مؤكدة أن الرئيس عدلي منصور بحث مع الدكتور كمال الجنزوري مستشاره الاقتصادي كيفية معالجة هذه المشكلات. ونقلت الصحيفة عن المصادر إن الدستور ينص على تخصيص نسبة لا تقل عن 3% للصحة و6% للتعليم و1% للبحث العلمي، وهو ما يعني تخصيص مبلغ يقدر ب 200 مليار جنيه لهذه القطاعات من إجمالي الموازنة العامة للدولة التي تبلغ 820 مليارا، وهو ما يعادل ربع الميزانية تقريبا. أبرزت صحيفة الأهرام تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خلال الاجتماع الذي عقده بمقر رئاسة قوات الأمن المركزي، والتي قال فيها إن معركة الشرطة المقبلة هي إجهاض مخططات الفتنة والوقيعة والحفاظ على ثقة الشعب. وقال الوزير إن مصر ماضية بخطى جادة في طريقها نحو الاستقرار، وأن أولى تلك الخطى تمثلت في مشروع الدستور الذي أنجزته لجنة الخمسين، مشيرا إلى أن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار على هزيمة الإرهاب والقضاء على منابعه وخلاياه وتحقيق الاستقرار للبلاد، وإن كلفهم هذا دماءهم وأرواحهم. وتحت عنوان الإخوان تطلق نفير حرق الجامعات، قالت صحيفة الشروق إن طلاب الجامعة وأنصارها وسعوا من رقعة العنف والتدمير بالجامعات أمس وأضربوا النيران في سيارة الشرطة، إضافة إلى تحطيم عشرات السيارات داخل وخارج حرم جامعة المنصورة بعد اشتباكهم مع المواطنين وبعد أن ردوا هتافات المناهضة للجيش والشرطة. وفي جامعة القاهرة اقتحم طلاب من الجامعة ميدان النهضة وعطلوا حركة سير السيارات والمرة ورددوا الهتافات ضد قوات الجيش والشرطة، بينما واصل طلاب كلية الهندسة اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي ونصبوا عددا من الخيام بمقر الكلية. وإلى مقالات الصحف المحلية، يطالع من صحيفة الأخبار مقالا بعنوان الرهان على الدستور، يتحدث فيه الكاتب عن ضرورة مشاركة جميع أطياف الشعب المصري في عملية الاستفتاء المقبلة على الدستور الجديد من أجل مصر، وأن الاستفتاء ليس مجالا للتجريح أو التشكيك، وهو النهج الذي تتبناه جماعة الإخوان والتي اتخذت من العنف أسلوبا لحياتها. الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد هو مراهنة على قوة وصلابة الجبهة الداخلية المصرية وعلى قوة الالتحام برغم كل العقبات والمعوقات بين مؤسسات الدولة الحاكمة سواء تنفيذية أو شعبية أو حتى رئاسية، وبين تيار جماعة الإخوان ومن يساندها من جماعات إرهابية دولية. كل الشعب وأطيافه السياسية مطالبون بأن تكون عملية الحث على المشاركة في الاستفتاء من أجل مصر وليست سببا للتجريح أو التشكيك أو التهديد من جماعة اتخذت من العنف والتخريب أسلوبا لحياتها. فمصر أنقى وأطهر من كل شك أو تهديد، والمشاركة ستضيف رصيدا حضاريا جديدا إلى تاريخنا. ومن صحيفة الأهرام نقرأ مقالا بعنوان وصية مندلة للعرب والأفارقة، يتحدث فيه الكاتب عن حاجة الوطن العربي لمبادئ المصالحة التي تركها الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، ولكن مع غير المجرمين والفاسدين، لكي تجنب الشعوب المعاناة من أعمال العنف والانتقام التي ينتهجها رموز وأتباع أنظمة الحكم التي يتم إسقاطها. ما أحوجنا سياسيين وحكاما في العالم العربي وإفريقيا لما تركه الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا من مبادئ على رأسها التسامح والمصالحة والزهد في السلطة، لكي نجنب شعوبنا المزيد من الآلام والمعاناة وسفك الدماء التي حرم الله إلا بالحق.
لو اقتدى سياسون في مصر وليبيا وتونس واليمن وبقية الدول العربية والإفريقية بمانديلا وتخلوا عن سياسة التطهير ضد الرموز وأتباع أنظمة الحكم التي يتم إسقاطها ما عدا أولئك المتهمين بارتكاب جرائم جنائية وجرائم فساد، لو وفرنا على شعوبنا المعاناة من أعمال العنف والانتقام وتفرغنا لإعادة بناء ما هدمته ثورات وانتفاضات الشارع. إلى الصحف العربية، البداية من صحيفة القدس العربية التي كتبت: المعارضة السورية تعلن قرارها النهائي بشأن حضور جنيف 2 منتصف الشهر. أعلن رئيس المجلس الوطني السوري المعارض جورج صبرا أن القرار النهائي بشأن مشاركة المعارضة في مؤتمر جنيف سيتخذ منتصف الشهر الجاري خلال اجتماع الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض المقرر عقده في اسطنبول. وشكك صبرا في أن يتم عقد مؤتمر جنيف 2 وشدد على أنه لا يجرؤ أحد على أن يذهب إلى جنيف أو أي مؤتمر آخر دون تشاور مع قوى الداخل صاحبة القوى الحقيقية على الأرض على حد وصفه. انتخابات الرئاسة الجزائرية في 17 من أبريل المقبل. نسبت صحيفة النهار الجزائرية لمصدر مطلع أن السلطات الجزائرية حددت 17 من أبريل القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبحسب مصادر الصحيفة فإن القرار تم اتخاذه بعد التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنظيم الاستحقاق الرئاسي، لتكون جميع المؤسسات والهيئات المعنية بمراقبة وتنظيم الانتخابات مستعدة، وبتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2014 تكون الشائعات التي ترددت حول إمكانية تمديد فترة الرئاسة الحالية لبوتفليقة إلى 7 سنوات لا أساس لها من الصحة. ومن صحيفة الخليج نرصد: تركي الفيصل يطالب إيران بوقف تدخلاتها في الشؤون العربية. طالب الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس أمناء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، طالب إيران بوقف تدخلاتها في الشؤون العربية الممتدة من البحرين إلى فلسطين، داعيا إلى ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في مفاوضات مجموعة الدول الكبرى 5+1 مع إيران حول ملفها النووي. وأشار إلى أن محاولة طهران لتغيير سياساتها في المنطقة لن تؤخذ مأخذ الجد، لأنه يجب أن تكون هناك خطوات عملية على أرض الواقع. من البيان الإماراتية مطالع: مصر نقطة اتزان العرب. استقبل الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الوفد الشعبي المصري، وقال خلال حديثه مع أعضاء الوفد إن وقوف الإمارات إلى جانب مصر ليس وليد هذه المرحلة أو تفضيل فصيل على آخر، وإنما هو شعور ويقين بأن مصر المستقرة القوية هي سند ونقطة اتزان للعرب وللمنطقة. مصر بما ينعكس عربية أيضا بقمة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستنطلق بالكويت غدا في ظروف استثنائية بعد التقارب الإيراني الأمريكي واستمرار الأزمة السورية. تحت عنوان قمة الكويت وقمة الصراحة، كتبت صحيفة الشرق الأوسط مقالا يتحدث فيه الكاتب عن الصعاب التي واجهت دول مجلس التعاون الخليجي ومكافحة المجلس من أجل التغلب عليها. غدا في الكويت قمة جديدة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي. غدا تعلم دول الخليج أن ما يجمعها أكثر مما يفرقها. السعودية كبرى دول الخليج طرحت منذ ديسمبر 2011 بالرياض الدعوة للانتقال من حالة التعاون إلى حالة الاتحاد، ومنذ انطلاق الدعوة والسعودية تكرر دوما التأكيد عليها، فهي رؤية بعيدة المدى لهذه الدول حالة اتحادها. تجربة الاتحاد والوحدة ليست غريبة على الدول الست، فالسعودية والإمارات وعمان تحديدا هي نتاج كفاح اتحادي. حتى لو أرادت دولة من الدول الست معاندة الحقائق، ففي النهاية لا يصح إلا الصحيح، والخطر هو الخطر لا يفرق بين ضحايا. انتهت منظمات عربية سابقة بسبب تناقض المصالح مثل مجلس التعاون العربي وقبله حلف بغداد والاتحاد المغاربي، وبقي مجلس التعاون الخليجي عامرا رغم كل الضجيج داخله وخارجه. عنف النظام السوري لا يبشر بحل في جنيف 2، هو عنوان مقال صحيفة الوطن السعودية، والذي يتحدث فيه الكاتب عن تكثيف النظام السوري للهجمات والغارات الجوية الكثيرة على المناطق المأهولة بالسكان، ليظهر متحديا المسارات الدولية الساعية لإيجاد مخرج للأزمة.
بينما يتحدث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن الاستعدادات لمؤتمر جنيف الثانية، ويعلن في اليوم الختامي للقمة الإفريقية الفرنسية بباريس أنه في 20 ديسمبر الجاري سوف توجه دعوات لحضور المؤتمر على المعارضة والحكومة. يكثف النظام السوري هجماته على المناطق المأهولة بالسكان ليظهر في واد مختلف عن المسارات الدولية الساعية لحل الأزمة. مؤتمر جنيف واحد لم يتجاوز كونه قولا غير قابل للتطبيق، فالمؤشرات من قبل نظام بشار الأسد لا توحي باستعداده للتخلي عن السلطة أو حتى تقاسمها مع المعارضة، وحتى يصبح ما ينادي به الأمين العام للأمم المتحدة واقعا لابد من إجبار النظام على وقف القتل والتدمير، وبعدها يمكن الذهاب إلى جنيف 2 أو الحديث عن حكومة انتقالية. إلى الصحف العالمية، سلطت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية الضوء على قيام فرنسا بنشر المزيد من القوات في جمهورية إفريقيا الوسطى ليصل عدد الجنود الفرنسيين هناك إلى 1600 جندي في محاولة للحد من موجة العنف للمستعمرة الفرنسية السابقة. ونوهت الصحيفة إلى أن إفريقيا الوسطى تشهد حالة من الفوضى منذ تولي متمردي حركة سيركيا الحكم، والتي أدت إلى اندلاع أعمال عنف من قبل جماعة مناهضي بلاك المسلحة في المساجد والكنائس والساحات. الكل يصلي من أجل مانديلا، عنوان نقرأ تفاصيله من صحيفة الاندبندنت البريطانية التي كتبت إنه بعد 3 أيام من وفاة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا خرج الملايين في شتى أنحاء جنوب إفريقيا في يوم للصلاة من أجل مانديلا، حيث توحد الجميع كانعكاس لجهود الزعيم الراحل. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا اليوم هو بداية لأسبوع تأبين الزعيم الملهم الذي وفته المنية عن عمر يناهز 95 عاما قضاها في خدمة الوطن. الاتفاق التاريخي بين إيران والغرب لم يغب أيضا عن صحافة اليوم، حيث نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده على ضرورة عدم السماح بأن تصبح إيران دولة نووية، مشددا أن الجهود الدبلوماسية الحالية يجب أن تقترن بالعقوبات الصارمة والإبقاء على الخيار العسكري. وإلى صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقرأ منها، شركات التواصل الاجتماعي العالمية تدعو لوقف عمليات التجسس الأمريكية. تقول التفاصيل إن عدة شركات أمريكية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات أصدرت بيانا مشتركا اليوم دعت فيه واشنطن لوقف نشاط وكالات التجسس التي استطاعت جمع كميات هائلة من البيانات عبر الهواتف وشبكات التواصل الاجتماعي، محذرة من أن استمرار تلك الممارسات قد يضطرها لنشر تقارير بذلك. أشارت الصحيفة إلى أن مثل هذا الإجراء يضع الشركات في صار تصادمي مع وكالة الاستخبارات الأمريكية. صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية رأت أنه بالرغم من نظرة الغرب للرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني إلى أنه يعاني من انقسامات داخلية يتزعمها الإصلاحيون الذين يسعون للمزيد من التحرر وتخفيف الرقابة، وتحت عنوان روحاني يدعو الشعب للوحدة والتضامن، قالت الصحيفة بينما كان الرئيس الإيراني حسن روحاني يخاطب جماهيره في قلب العاصمة طهران حول التحديات الراهنة وضرورة توحيد الصف وتعزيز الوحدة والتضامن، تزداد هوة الانقسامات الداخلية في بلاده عمقا، والتي تجلت في الشعارات المناهضة لحكومته خلال هذا الحشد الجماهيري. إن الانشقاقات العميقة في إيران إنما تظهر احتمالات وقوع انشقاق وخلاف في وقت يسعى فيه روحاني لقيادة الحكومة نحو التحول السياسي الذي يبدأ بتفعيل المبادرات لتحسين العلاقات مع الغرب، إلا أن بعض الإيرانيين يعتبرون أن رئيسهم الجديد يتحرك ببطء شديد نحو أجندة الإصلاح الداخلية، بينما يتخوف البعض الآخر من أن الحكومة تندفع باتجاه تحول سياسي محفوف بالمخاطر. صحيفة لوموندا الفرنسية اعتبرت أن التدخل العسكري الفرنسي في جمهورية إفريقيا الوسطى أمر جدير بالثناء، لكن نتائجه غير مؤكدة، مشددة على أن المستعمرة الفرنسية السابقة باتت بحاجة إلى حل سياسي شامل يعمل على تحسين أوضاع المواطنين هناك، وتحت عنوان تدخل فرنسي جديد في إفريقيا الوسطى، قالت الصحيفة بقرار انخراطها في عملية عسكرية حساسة لتأمين إفريقيا الوسطى تعود فرنسا من جديد إلى هذا البلد الذي
بدل مرارا وتكرارا مسار التاريخ دون أن يحظى بتحسن الأوضاع هناك بشكل دائم. فالوضع في بانجي لازال جد خطير، والانفلات الأمني يفوق كل تصور. إن العملية العسكرية التي يقوم بها الجنود الفرنسيون والأفارقة لا يمكن أن تحل كافة المشاكل في إفريقيا الوسطى التي تقف في مفترق الطرق بين عدة مناطق للنزاع، مشددة على أن جمهورية إفريقيا الوسطى بحاجة إلى دعم سياسي قوي وانخراط طويل الأمد على أمل في أن يكون المستقبل أفضل. وأخيرا هذه وقفة مع رسول